فهنا بميناء تيكزيرت العصرنة باتت أكثر من ضرورة، والبداية كانت بتحسين الخدمات لكل المتعاملين. الأرصفة العائمة تجربة ساهم في إرسائها الشركاء بكفاءات جزائرية خالصة. انا سي تانغرونت اكيب بون نطلب لو بورت تاع التيكزير هذا كي كنا بكري ما عندناش لي مويان لي غرون مويان باش نخرجوا ولا ندخلوا بقوارب النزهه هذه. الارصفه العائمه هي صناعه جزائريه 100% من حيث الهندسه، كما ان نسبه الادماج كذلك 100%. نقوم حاليا باعاده تهيئه او توريد الارصفه العائمه لشركه اس جي بي بي على المستوى الوطني. صناعة الثلج بالميناء خطوة أخرى لمرافقة الصيادين والحفاظ على المنتجات الصيدية. عندنا اسمه سيرتان طون باش تجيب لا كلاص لازم حتى تروح تدلس ولا تروح لاصفون. دونك الحمد لله جويلي باسي لونتربريز على راشي بوتيك فابريك دي كلاص. قمنا بتفعيل وانجاز مصنع الثلج على مستوى ميناء تيكزيرت اللي كانت يعني ماده حيويه لاصحاب مهني الصيد البحري اللي كانوا يتنقلوا حوالي 30 او 40 كيلومتر الى دلس او الى ازفون باش يقتانوا هذا ماده الثلج اللي تعتبر ضروريه. الحكومه عندها مشروع كبير من جهه وزاره النقل لتنميه هذا الطابع النزهه لاعطاء يعني وجه اخر للموانئ هذه وجلب نشاط جديد اللي هو نشاط النزهه على المستوى الوطني. ايضا الشركه تاعنا سجلت اقتناء 7 رافعات كبيره على مستوى مختلف الموانئ يعني اللي مجهزه هي من حيث البنى التحتيه لاستقبال هذا النوع من الرافعات. عن طريق هذه الرافعات وعن طريق المؤسسات الاصلاح يعني الخواص اللي راح يتم تنصيبهم على مستوى الموانئ ان شاء الله راح نقصوا من هذه العمله الصعبه ونوفروا الخدمه هذه على المستوى الوطني. موانئ الصيد والنزهه تسجل نقله نوعيه حيث سيتحول دورها من محطات لرسو السفن إلى منظومة اقتصادية متكاملة وبيئة خصبة لتأسيس الأعمال ونموها.